معنا من بيروت مراسلتنا لاريسا عون. لاريسا، ليس فقط الرئيس عون لكن جميع اللبنانيين، ربما أنظار العالم تذهب إلى ماهية هذه الحكومة، لماذا تتأخر؟ ما المشكلات؟ هل هناك ربما حوار وراء الأبواب المغلقة؟ كيف تبدو الأمور إلى الآن؟ بالفعل ماجد، تحذيرات دولية متتالية ودعوات لتشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن للتعامل مع الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وهناك حديث عن قرب رفع الدعم ما يهدد بانفجار اجتماعي وشيك. الخلافات ما زالت على حالها، تباين كبير في وجهات النظر بين الفرقاء بشأن توزيع الحقائب الوزارية. طبعا لعبة المحاصصة هي نفسها طبقة سياسية غارقة في لعبة المحاصصة وتوزيع الحصص الوزارية وتمسك فريق سياسي بالثلث المعطل. اللقاء اليوم هو الثاني بين الرئيس اللبناني والرئيس المكلف خلال هذا الأسبوع بعد جمود سادة في الملف الحكومي لأكثر من أسبوعين. طبعا لا يوجد هناك مؤشرات إيجابية بشأن حصول خرق في الملف الحكومي. مرحلة التشكيل ما زالت في مراحل أولية، خاصة في ظل هذا التباين الحاصل بين فريق الرئيس المكلف وفريق رئيس الجمهورية، ولكن هناك مساعي حثيثة للخروج بحكومة قريبة، خاصة قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثالثة إلى لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي. مساعي حثيثة لإعادة تفعيل المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمة في أسرع وقت ممكن، ولكن حتى ساعة المؤشرات ليست إيجابية، الخلافات ما زالت على حالها. نعم، إذا كانت معي من بيروت مراسلتنا لاريسا عون.